بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدرس 48 من دروس دورة الأكسس، وهنكمل يا جماعة مع أساسيات الاستلام. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع استلام جديد اسمه استلام التحديث اللي هو الأبديت كويري. فائدة الاستعلام دوت إن إحنا بنستطيع بيه أو بنستطيع من خلاله إن إحنا نحدث مجموعة من البيانات أو مجموعة من السجلات دفعة واحدة بدل ما نمشي عليهم سجل لسجل. يعني متخيلين مثلا إن أنا عندي مجموعة من السجلات عاوز أحدث فيهم حقل معين، بدل ما أمشي على السجلات دي السجل لسجل عشان أحدث الحقل دوت واحدة واحدة، أنا بديله أمر هو يحدث لي الحقل دوت في السجلات دي كلها مرة واحدة. عشان كده احنا بنسميه استعلام تحديث. استعلام ايه؟ تحديث. يعني مثال على كده، شايفين انتوا جدول المنتجات دوت، تمام؟ لنفرض ان ربنا كرمنا والمنتجات ديت مثلا يعني سعرها نقص مثلا بمقدار مثلا واحد، فانا عاوز احدث يعني مثلا جنيه مثلا او ريال مثلا، فانا عاوز احدد سعر البيع بتاع المنتجات ديت، تمام كده، اللي هو الحقل ده في كل السجلات ديت مره واحده، عاوز اديله امر مره واحده ينقص لي واحد من كل المنتجات اللي موجوده دي، تمام كده. طيب هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا في الانشاء ونختار تصميم استعلام، وبعدين نحط جدول المنتجات، تمام كده. هقفل هنا اغلاق، وهنختار هنا ايه؟ تحديث، اللي هو في شريط الادوات هنا نختار نوع الاستلام بتاعنا عباره عن استلام تحديث. طيب بيقول لي انت عاوز تحدث ايه؟ هقول له انا عاوز سعر البيع هو اللي يتحدث. طيب هيقول لي هتحدثه لايه؟ يبقى هاجي هنا في سعر البيع ديت وهكتب القوسين بتوعنا اللي هم دول، قوس ده والقوس ده، وهكتب جوه القوسين دوت اسم الحقل اللي انا عاوز احدثه اللي هو سعر البيع، سعر اندرسكور البيع ده. طيب هتحدثه ازاي؟ ان سعر البيع ده هيساوي سعر البيع ناقص واحد، ناقص كام؟ واحد، وهضغط انتر، تمام كده، وهشوف اللي هيحصل. لاحظ هنا لو انا عيني يعني مثلا سعر البيع بتاع البيبسي كان 4.5، المفروض يبقى كام؟ 3.5. تعال ننفذ الاستعلام ده. هنيجي هنا ونختار تصميم ونختار التشغيل، فبيقول لك ان انت على وشك ان انت تحدث 33 صف مره واحده. موافق على كده ولا مش موافق؟ عشان ما فيش رجعه هقول له موافق. وتعالى نشوف المنتجات حصل فيها ايه. هتلاحظ فعلا ان السعر بتاع المنتجات كلها نزل كام؟ واحد. نزل كام؟ واحد. ممكن انا في اي وقت طبعا عاوز ازود، عاوز انقص، يعني ممكن بدل ما هي مثلا سعر البيع ده ناقص واحد، ممكن ان الاسعار زادت، ده هو الطبيعي اللي بيحصل عندنا، فهزودها بمقدار كام؟ مثلا 1.5%، 1%، 100%، والله اعلم، على حسب الحاله الاقتصاديه، تمام كده. فانا ممكن هنا ازود زمن عوض، فعشان كده انا ممكن اخزن الاستعلام دوت وهخليه سيف، استعلام تعديل سعر المنتجات. ده سيناريو من ضمن السيناريوهات اللي انت ممكن تقابلها فين؟ في الداتابيس، وده استخدام من ضمن استخدامات اللي هو استعلام التحديث. اقول له ما في، هبص تلاقي هنا في الاستعلامات بتاعتك نزل استعلام اسمه استعلام تعديل سعر المنتجات، وده الشكل بتاع ايه؟ استعلام التحديث بتاعك. طيب نقفل دول، اغلاق، نقفل دي كمان اغلاق، وتعالى نشوف سيناريو تاني. نيجي مثلا في موظف المبيعات، لو انا مثلا عندي العميل اللي هو مثلا سامي اللي هو كام؟ رقم 12 ده. فرضا ان سامي خلاص ساب الشركه وهيستلم مكانه مثلا عوض اللي هو كام؟ 6. يبقى انا عاوز اشوف العملاء اللي هم كانوا مع سامي اللي هو رقم 12 ده واديهم لمين؟ لعوض اللي هو رقم 6. يعني كل الحكايه انا بس هبدل الارقام في العملاء، يعني الناس اللي هم كان مع سامي اللي هم 12 هديهم اخليهم كام؟ 6، فيبقوا مع مين؟ مع عوض. هعمل كام ده ازاي؟ هفتح جدول العملاء وهرجع كده بعيد، هتلاقي فيه رقم 12 اظن ده اللي احنا كنا اخترناه اللي هو سامي 12، وهنبدله بكام؟ ب6 اللي هو عوض. يبقى كده في عندي 12، دي واحده اهي موجوده، ودي واحده تانيه، يعني ودي واحده تالته، ودي واحده رابعه، ماشي، يعني حوالي اربع ايه؟ اربع عملاء موجودين مع الراجل دوت اللي هو اسمه سامي، ماشي كده. عاوز اديهم لكام؟ 6. فبمنتهى البساطه هاجي انشئ استعلام، تصميم استعلام، وهحط جدول العملاء والعلاق، وهاجي انزل تحت كده
عاوزين موظف المبيعات، ما تنساش تضغط عليه على تحديث جديد. انت عاوز تشوف الناس اللي كانوا كام، 12 اللي هما كانوا مع سامي، وتوديهم لمين، لعوض اللي هو رقمه كام، 6. يبقى هو هيدور على كل الناس اللي هما كانوا مع رقم 12 اللي هو سامي، وهيديهم لعوض اللي هو رقم كام، 6. ده تمام كده؟ طيب لو احنا شغلنا الاستعلام بتاعنا دوت، هيقول لي خلي بالك انت عندك 6 صفوف، طلعوا 6 طلعوا 6 عملاء، انت هتحدث موافق ولا لا؟ هقول له موافق. خلي بالك احنا هنبدل 12 بكام، ب 6. هنقول له نعم. ونيجي للعملاء، هتبص تلاقي 12 بقت 3 هنا و6 هنا، يعني حوالي 6 كام، 6 صفوف، مفيش 12 خالص دلوقتي. يبقى كأن كل العملاء اللي كانوا مع 12 راحوا لكام، لرقم 6 ده. تمام. دي برضو وظيفة تانية من ضمن وظائف ايه، وظائف استعلام التحديث. وبكده نكون خلصنا الحلقة ديت. اذا عجبتك الحلقة يا ريت تعمل لي لايك كومنت او تشيرها مع زمايلك على الفيسبوك وتويتر، واذا عجبتك القناة يا ريت تعمل لي سبسكرايب، خاصة بعد القوانين الجديدة اللي طلعت بتاعة اليوتيوب، وانتوا عارفين يعني شديدة شوية. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر من قناة مصطفى الزويدي للمعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.